حلوة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، كل عام وانتم بخير. نحييكم من مدينة مطروح، من مدينة العراوة، ارض اليخوت الجديدة. طالعين النهاردة رحلة بحرية. طبعا الرحلات البحرية ناس كتير بتكلم عنها في مطروح، واحنا في مجالنا كده في صيادين رحالة قلنا ناخد فكرة عنها النهاردة. طبعا دي كده المكان اللي احنا هنركب منه ان شاء الله. احنا حاجزين يخت الفرد ب60 جنيه، مفروض ان الرحلة كلها اولها على اخرها كده ساعتين بالظبط ان شاء الله. بياخد ساعة كده بيلف الشواطئ. وبعد كده بيقف عند اول رومن. الناس اللي هي حابة تعمل سنوركينج وسباحة خليكم معانا. ان شاء الله رحلة تكون سعيدة بيكم باذن الله. تابعونا. طبعا عدد كبير من الناس زي ما انتم شايفين، رحلات كتيرة خالص. الرحلة ساعتين يا جماعة. بينادوا عليا انا عشان متأخر. انا احنا تقريبا هنركب الامير. أمير مطروح جروب بتاعه نازل المركب. أنا آخر واحد هنركب المركب بشكل كده. ده شاطئ الغرامة يا جماعة، دي المعدية. المعدية دي بتودي الناس، بتنقلهم تقريبا 7.5 جنيه. ده جامع العوام. طبعا الشاطئ ده احنا كنا فيه امبارح، لفينا لفه طويله قوي عشان نوصل هنا. في ناس بتختصر بقى وبتعدي من هنا كده للجنب ده كده. 7.5 جنيه. معانا اخ صياد اهو. I'm
احلى تحية لابو زمر الصياد. يا ماما عامله ايه؟ حاج يوم ايه اول مره تركب مركب؟ صباح الفل يا حاج. صباح الفل يا سيد. صباح الورد يا يا حيو. لا الهوا منعش. انت خايف؟ مالديف مصر يا جدعان، سبحان الله على المية وجمال ده. مية معدنية دي ولا ايه؟ ايه ده يالا يحيى؟ يالا المية دي ايه يالا؟ مية معدنية تتشرب. مال هناك دي كانت خالص. يحيى بقول لك اللي عايز ينزل هو ينزل او ايه؟ اللي عايز ينزل الميه. اه على كده يطلع انت فوق. ما انا كده عملت له ظبطت طوله. ثواني يا يحيى. ان شاء الله دي نهايه الفيديو بتاعنا. احنا كنا لما ساعه عم في الميه المعدنيه دي انا والولا يحيى. يعني انا مش حابب اطول عليكم، كل ما في الامر حابب تعيشوا معايا اللحظات دي في حياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.